الآن نقوم بإنشاء بروجكت جديد. أنشأت بروجكت جديد على أساس يكون اسمه نودز، ولو تتابع معي على البولد جريتل فإن المين اس دي كي هو عبارة عن 16، لازم يكون عندك 16 فما أعلى، يعني 16-17 وهكذا. لماذا؟ لأن بعض الخصائص الخاصة في التصميم لا تتوفر على الاس دي كي تكون عندك أدنى من 16. تمام، الآن نذهب على الاكتيفيتي مين اكس ام ال، فعندي التكست فيو اعمل عليها ديليت وابدي احول هذه الفيو الى اعمل لها كونفيرت فيو تو لينير لاي اوت. وانت مثل ما شاهدت في الفيديو التقديمي انه احنا نحتاج عندك فكرة عامة، نحتاج الى ليست فيو. ليست فيو هذه ليست فيو، ونحتاج الى لاي اوت اخرى نعمل لها ريبيت داخل الليست فيو. فالان خلينا ابحث عن ليست فيو ثم اسحبها بهذا الشكل، اسقطها واحتفظ في الباك جراوند على اساس تكون عندي في اللون الابيض. تمام، الان خلينا اذهب واعمل ديزاين على اللي اوت اللي انا احتاجها الى الملاحظه. فاعمل اد نيو فايل لي اوت ريسورس واعطي الاسم الاتي، لابد انه يكون عندك بالسمول طبعا مو بالكابيتال، واقول له هنا لاي اوت ثم بعد ذلك اوكي. تمام، هذه اللاي اوت راح اضع فيها التصميم الخاص في الملاحظه. لا مشكلة، افتراض تحتوي على لينير لاي اوت اتركها مثل ما هي موجوده طبعا، واضيف لها لينير لاي اوت على اساس تكون عندي فيرتيكال، ثم بعد ذلك اضيف لها لينير لاي اوت ايضا على اساس تكون عندي فيرتيكال، اضع فيها التكست عنوانها والوصف الخاص في الملاحظه، واضيف لها لينير لاي اوت على اساس تكون عندي هوريزونتال اسفل اللينير لاي اوت اللي هي تكون عندك فيرتيكال. الان ايش؟ الان اضيف التكست فيو داخل هذه اللينير لاي اوت وابدا اغير الخصائص الخاصه في هذا التكست من ناحيه التصميم. فعلى سبيل المثال اول ما ابتدي في خاصيه التكست، ابدا اغير خصائص. اول شيء ابدا اغير التكست هنا، اكتب هنا تكون في اللغه العربيه طبعا، هنا نص او هنا نقول هنا عنوان الملاحظه. تمام، هنا عنوان الملاحظه. ثم السايز اجعله على اساس يكون عندك 24، وطبعا بما انه اجعله بولد بما باعتباره انه ايش؟ باعتباره انه عنوان. طيب التكست كلر احتفظ بالتكست كلر اللي موجود عندي الان حاليا، ثم بعد ذلك اذهب الى فونت فاميلي وابدي اقول له مور فونت، حمل لي فونت اخرى وابحث عن فونت اسمه كايرو، هذا هو اوكي. اعمل عليه طبعا هذا كايرو، اعمل عليه اوكي. please select a specific font to preview font to write. اوكي، اختار على اساس يكون اكسترا لايت او ريجولار، اختار على اساس يكون عندك ريجولار، ثم بعد ذلك اوكي. الان راح يتحول عندك الى الفونت المعني اللي انا حملته. طبعا راح ينضاف عندك بشكل افتراضي مجلد الفونت وفي الكايرو اللي انا حملته. هذه الطريقة تتم من خلالها تغيير الفونت. طيب الان اخذ هذا النص، اخذه كوبي انزله بيست بالاسفل، وابدي اغير ايش؟ اغير التكست، التكست سايز الخاص فيه الى مقدار 18 بهذا الشكل، ثم اغيره هنا عنوان الملاحظة. هنا راح تكون عندك هنا نص او وصف، هنا وصف الملاحظة، ابدأ اخذها كوبي بهذا الشكل اوكي. الملاحظة كترل اي كترل سي، اضع سبيس بهذا الشكل، اضعها بيست 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 اوكي. تكون عندنا مثلا بهذا الشكل تمام. مثلا ابدي بوضع ايضا جزء اخر، مجرد نص عشوائي طبعا. اوكي، الى هنا تقريبا جيد عندنا. الان ايش احتاج؟
أحتاج إلى بوتون خاص في عملية الحذف وبوتون خاص في عملية التعديل. ففي البداية أحتاج إلى أيقونات. طبعا عندنا مجموعة من الأيقونات يوفرنها الأندرويد ستوديو. أنقر كليك كامل وأقول له Add a New وراح أقول له إيش إيش عندي. عندي Image أي Asset أوكي أور Vector. أنا طبعا عندي Vector باعتباره أنه هو عبارة عن أيقونة. ثم بعد ذلك راح أبدي أنقر على الكليب آرت. كليب آرت راح يبدي يعرض لك مجموعة أو نافذة تتيح لك عملية اختيار أيقونات. أبدي أبحث عن delete في اللغة الإنجليزية delete. أبدي أختار هذه delete أقول له أوكي. هنا أنا طبعا يقول لك اللون الخاص فيه أحتفظ في اللون الأسود طبعا. أقول له أوكي أقول له finish راح يبدي يضيفها لي. طبعا أبدي أضيف الأيقونة أيضا الخاصة في عملية عملية الإيديت. فخليني أيضا أبحث عن إيديت. إيديت أوكي إيديت. فمثلا نختار هذه الأيقونة ثم بعد ذلك أوكي. أوكي كنصلنا العملية. نذهب على فيكتور. اوكي edit ثم اوكي ثم ذلك finish. الان ارجع هنا. الان اخذ button ولكن يكون هو عبارة عن image button باعتبار ان عندي image. باخذ image button اسقطها هنا وبعد ذلك راح ابدي من خلال project اختار ال edit delete وابدي اكررها. طبعا الان ما تظهر عندنا بسبب هذه linear layout. ابدي احددها ثم اذهب على هنا اقول له wrap contents وهنا ايضا عندي wrap contents تمام. ثم ذلك هذه اخذها كترل او اسحب مرة اخرى. اسحب مرة اخرى اسقط اقول له project عندي عملية ال edit تمام. فالآن أصبح عندنا إيش؟ أصبح عندنا بهذه الشكل. طيب الآن أذهب إيش؟ أذهب إلى هذه linear layout. هذه linear layout راح أقول أيضا هذا ماس wrap content وهذا إذا راح يكون عندنا wrap content. ثم بعد ذلك راح أبدي أضع له back color أو background. ثم أختار من خلال الأندرويد اختار هذا الالرت او تختار اي الالرت خاص بعملية التصميم. اختار هذا الالرت طبعا. بعد ذلك طبعا راح ابدي داخل هذه اللينير لاي اوت. هذه اللينير لاي اوت ابدي هنا ابحث عن بيدنج وابدي اعطيه مقدار من البيدنج بمقدار 20 دي بي على سبيل المثال. خلينا نشاهد النتائج بمقدار 20 دي بي تمام. فتقريبا مقدار 20 دي بي راح تكون عندك بهذه الشكل. فيمكن انه تقللها انت او يمكن انه تزودها. مثلا نختار 15 دي بي. 15 دي بي تقريبا مناسبة.